امبارح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل نظيره البولندي أندريا دودا في قصر الاتحادية، وشهد اللقاء توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين. وأكد سيادته على تطلع مصر لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والحقيقة أنه زيارة مهمة جدا في توقيتها وفي الملفات اللي تم مناقشتها خلال هذه المباحثات. خلونا نعرف تفاصيل أكثر عن هذه الزيارة من الدكتور أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، ولو تكلمنا عن أهمية زيارة الرئيس البولندي لمصر واستئناف حركة الطيران البولندية الوطنية للرحلات المباشرة بين القاهرة وورسو اعتبارا من اليوم. أولا صباح الخير لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. المؤكد أن هذه الزيارة بالفعل تصنع تاريخا جديدا للعلاقة المصرية البولندية كما قال الرئيس دودا، لأن أولا هذه هي أول زيارة يقوم بها الرئيس البولندي لمصر، رغم أن العلاقة بين مصر وبولندا العلاقات الدبلوماسية يعني تصل إلى حوالي 100 سنة. بدأت العلاقات الدبلوماسية منذ سنة 1927، وسوف نحتفل في 2027 بمرور 100 عام على هذه العلاقات ما بين البلدين الصديقين والشعبين الصديقين. هذه الزيارة لها مدلولات كثيرة. أولا من حيث التوقيت، كما تعلمين ويعلم السادة المشاهدين أن بولندا هي تجاور أوكرانيا من جهة الغرب، والحدود البولندية الأوكرانية تصل إلى حوالي 500 كيلومتر، ونتيجة للحرب المستعرة الآن ما بين روسيا وأوكرانيا تعتبر بولندا من أكثر الدول التي يعني تتأثر سياسيا وعسكريا واقتصاديا وفي كافة المجالات، حتى في مجال اللاجئين وصل بولندا أكثر من 3.5 مليون لاجئ أوكراني. أيضا يعقد الاتحاد الأوروبي في هذا التوقيت قمة الاتحاد الأوروبي، ورغم ذلك أصر الرئيس البولندي على إتمام زيارته لمصر وسط كل هذه التداعيات وسط كل هذه الظروف. هذا له معنى واحد، له معنى أن مصر لها قيمة كبيرة جدا في التفكير البولندي. دائما ما يتحدث الساسة البولنديون ويشيدوا بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحفاظ على الدولة المصرية، دولة كبيرة في منطقة ملتهبة، دائما يتحدثون عن ألسنة اللهب في المنطقة العربية وفي منطقة الشرق الأوسط، ورغم ذلك استطاعت مصر تحافظ على استقرارها وسط كل هذه الفوضى والتخريب التي سادت منذ عام 2011 وحتى الآن. أيضا ينظر الساسة البولنديون إلى مصر باعتبارها محور استقرار ومحور التفاعلات في المنطقة، وأن دخول المنطقة العربية والشرق الأوسط يجب أن يبدأ وينتهي من بوابة القاهرة. ومن هنا جاءت هذه الزيارة لترسم معالم خطة جديدة وخريطة جديدة للتعاون المصري البولندي في الفترة القادمة على كافة المستويات. فعلى المستوى السياسي، وشفنا توقيع مذكرات تتعلق بالتعاون الدبلوماسي ما بين البلدين. أولا بولندا استضافت 3 مرات مؤتمر كوب الخاص بالدول المشاركة في الاتفاق الإطاري لاتفاقية باريس للمناخ والاتفاقية الإطارية للمناخ. لذلك بولندا عندها خبرة كبيرة جدا في تنظيم مثل هذه المؤتمرات، وسوف تتعاون مع مصر في تنظيم كوب 27 الذي سوف ينطلق في نوفمبر القادم في شرم الشيخ. ويعني قال الرئيس البولندي أنه سوف يحضر هذه القمة ضمن حوالي 200 رئيس دولة سوف يحضروا هذه القمة التاريخية التي سوف تشكل منعطف في التحول الدولي نحو الطاقة الجديدة والطاقة الخضراء وضرورة تقليل حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية. الأمر الآخر يتعلق أيضا بآفاق وطريق طويل جدا من النظرة الإيجابية والصورة النمطية الإيجابية عن الدولة المصرية باعتبارها أولا دولة إيجابية تدفع الحلول السياسية والحلول السلمية. ولذلك تحدث الرئيس البولندي وتحدث المسؤول عن رؤية مصر لحل الأزمة في أوكرانيا. اندلعت هذه الأزمة طرحت مصر فكرة علاقات الدول العربية على الخارجية. هذا المؤتمر تمخض عنه تشكيل لجنة الاتصال العربية التي زارت مصر وأيضا زارت وارسو للقاء وزير الخارجية الأوكراني كوليبا في بولندا. هذه النظرة المسبقة والسريعة من قبل مصر ومن قبل
الرئيس عبد الفتاح السيسي وجد الترحيب كبير جدا وتشابه في الرؤية بأن الحل في أوكرانيا يجب أن يبدأ وينتهي عند بالحلول السياسية والسلمية وطاولة المفاوضات. النقطة الأخرى أيضا تتعلق بأن الدولة المصرية دولة إيجابية تساعد الآخرين فيما يتعلق تحديدا بمكافحة الإرهاب، ثانيا فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية. ومعروف أن بولندا هي من دول وسط أوروبا، هي أكبر دولة في وسط أوروبا، دائما موجات الهجرة تبدأ من الشرق وتمر ببولندا وصولا إلى ألمانيا وفرنسا والدول التي في الغالب استهدفها المهاجرون واللاجئون. لذلك دائما بولندا تتحدث بإيجابية عن الجهد المصري والنشاط المصري والرؤية المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية ونجاح مصر في منع أي مركب يحمل مهاجرين غير شرعيين منذ سبتمبر 2016 وحتى الآن. في المسار الاقتصادي طبعا شهدنا في عام 2017 وصول المبادلات التجارية بين البلدين لحوالي مليار دولار بعد الجائحة، ورغم تأثر كل الدول بالجائحة في 2021 كان معدل التجارة البينية حوالي 720 مليون دولار، ومتوقع أن 2025 سوف يتضاعف هذا العدد إلى أكثر من 2 مليار دولار. أيضا المستثمرين البولنديين مهتمين بالفرص الاستثمارية في مصر خصوصا بعد الجهد المصري ونجاح مصر في إصدار سلسلة من التشريعات تسهل وتخلق بيئة تشريعية مناسبة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية. وبالفعل هناك شراكة مثلا بين رجال الأعمال المصريين والبولنديين الذين عملوا في المجال السياحي، عظيم جدا. فيها حتى 2018 كان هناك 300 ألف سائح بولندي زاروا مصر. بما أن حضرتك بتتكلم عن مجال السياحة، 40-45% من إجمالي عدد السائحين البولنديين اللي خرجوا في ذلك التاريخ. نعم بعد الجائحة تأثر هذا العدد ووصل حوالي 100 ألف في 2021، لكن هناك توقعات أنه قد يصل في نهاية 2023 أو بداية 2024 إلى حوالي 500 ألف سائح بولندي. وهناك أيضا مشروعات تعاون اقتصادية في غاية الأهمية تتعلق بالغاز المسال، ومعروف أن بولندا لديها محطة لإسالة الغاز، وبالتالي فكرة أن بيع مصر للغاز المسال إلى بولندا سواء بشكل ثنائي أو من خلال مبادرة مع دول الاتحاد الأوروبي هذا الأمر مطروح، بالإضافة إلى وجود فكرة أيضا لأن تساعد بولندا مصر في تحويل السيارات من التي تعمل بالبنزين إلى السيارات التي تعمل بالغاز، وبولندا لديها خبرة كبيرة جدا في الغاز المضغوط ولها تجربة ربما من أنجح التجارب الموجودة في أوروبا. أيضا مجال الزراعة، ومعروف أن بولندا يعني من أكثر الدول في وسط أوروبا التي تمد أوروبا بالمنتجات الزراعية والمزروعات ذات الجودة العالية، ولذلك أنا في تقديري هناك تعاون كبير جدا. صحيح، احنا بنتكلم عن حجم التبادل التجاري في 2021 زاد بنسبة 20% عن 2020 ما بين مصر وبولندا. بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور أيمن سمير خبير العلاقات الدولية، بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا يا فندم.